ركبت رموش صناعية وللأسف إنها كانت أكبر غلطة غلطتها بحياتي كلها. الحين بس يا جماعة وبعد ما شفت هالمنظر اتأكدت إنه ربي ما يحرم شيء إلا الحكمة. يا جماعة أنا هالمرة ما أبغى منكم لا لايكات ولا أبغاكم توصلوني لستة مليون متابع، أبغاكم تسمعون قصتي هذه وتنتبهون، وخاصة البنات علشان ما يصير معاكم نفس اللي صار معاي، لأنه المنظر هذا مرة يخوف. أنا للأسف يا بنات ورغم إنه رموش الطبيعية مرة حلوة وتجنن وكثيفة، إلا إني لما شفت كل البنات اللي حولي وبالأخص صحباتي يركبون رموش صناعية قلت ليش ما أصير زيهم، فركبت رموش صناعية وللأسف إنها كانت أكبر غلطة غلطتها بحياتي كلها. طبعاً معروف إن الرموش الصناعية تكون ثقيلة جداً على العين، وهذا هو السبب أساساً اللي يخليها ما تقدر إنها تثبت على العين أكثر من شهر. بدأت الرموش الصناعية اللي أنا ركبتها تطيح شوي شوي، لكن الشيء اللي ما توقعته إنه أمس وأنا نايمة واحدة من الرموش هذه طاحت وللأسف إنها دخلت جوا عيني. وأول ما صحيت من النوم تفاجأت بهذا المنظر المخيف، على طول رحت للدكتور والدكتور قال لي إنه عيني فيها التهاب حاد جدا وعطاني قطرة على أساس إني أستعملها، فإذا من هنا لبكرة ما فادت القطرة هذه ممكن نضطر إننا نسوي عملية لا سمح الله. عشان كذا بنات أتمنى منكم كلكم تدعولي، وأتمنى منكم كمان ما تغلطون نفس الغلطة اللي أنا غلطتها هذه. والله إني خايفة، خايفة إن الرمشة تدخل جوا وما نقدر نشيلها بكرة. الله يستر، بس الله يستر.